تسرقونها على شي حاجه من الطريفه اللي معمول بها هي هذه. شادين هاد الطريق ولا هادي في الدخله اللي كنا جايين ب هادي اتر ديك باقا هادي 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 الدخله من جهه من جهه ديال لا ليكسوس هذيك راه مسدوده من الاول ماشي هذا هي كتخرج ما كتدخلش كتدخل من الرمله شتي ما غادي يجي ونسيتيها تهرس لك الصباط تنزل وتنزل انا تنزل حيت رجلي فيهم الرمله لا وهادي راه دايره انت هذه المؤسسة السياحية هي هادي هذا اوتيل اللي هنايا هذا اوتيل اذا هما داروا مركز السياحة الدخلة ديالهم اذا هما داروا شنو مسمي؟ واد الرمل نيت راس الرمل لا ليكسوس ليكسوس سماوه على موقع كيفاش تدخل في وسط رقادة؟ اللي بغيتي صافي ما عنديش علاش نجي لهنا الوضع اللي ما كنحتاجوش ما كنمشيلوش الموقع الاثري جبنا له الناس تاعينا واش هذا مو فين واقف شوف دابا راه هادي شي واحد راه لف على الفوط ديالو ما فيها لا ظل ولا اللي زين يقلب الطوموبيل بحال اللي عمره مو بغا يستقلك لا لا ما يمكنش هو مصور ما يمكنش هذا بعيد انا مصور الو تشحرت القضية شنو قلتي هذا الموضع مسمي؟ رقادة دراسة رقادة هي رقادة يا متى هذوك في عهد الفينيقيين وفي عهد الرومان كانوا كيديروا لا كنهضر لك زعما على ليكسوس باش كانت مشهورة بتمليح السمك وكانوا كيديروا واحد بحال واحد المرق ديال السمك كان مسمي وقيلا الا ما غلطت نكذب الكاروم الكاروم بالميم هذاك بحال كنور دابا
كدير في الماكله بحال اللي درتي كانوا لان البطويات ما كانش يعني الفريجيدير وداك الباجاج راه دار حتى دار الثوره الصناعيه وكيدا الباطو كان كيمشي في وسط البحر مع الناس فاش غتاكل دونك كانوا كياكلوا داك الحوت ميبس وملح وربما ديك المرقه ما عرفتش هي لان هي هذه درنا على الدوار وصافي لا مزيونه الطريق لا انا جيت العام اللي فات جيت غير على لا فيتاس يجيب شي توريست هنا ولا ولا ياه هذا عاد تبنى ما كانش هنا هذه البنيه يلاه شنو ياه اخر شنو فيه فحال المتحف فحال لا لا فيه المتحف دابا حيت دابا الشيء راه الشيء اللي كثرت برنا هذه انتر هو اللي بغى يدخل من هنا منين كيدخلوه كيدخلوه من الرامبوا كاين اللي كيسلت من هنا ولكن البوليس اللي كاين مع السكن تما ملي خرج ملي خرج من دابا تما كيكون عين كيطلع كانوا يفتحوا هادي وصافي شنو اييه عليها باش كتدخل في الاوطي داروا على حسب باش صافي هادوك الديور اللي قلتيها سي حسن هما هادوك يعني البوتوروت كيبانو دغوغي باقيين باقيين عرفتي سي حسن مع المقبرة ديال الحيوانات صافي دخل كمل لا في طنجة عندي تا فرصيله عنده فرصيله في الخرجه هي سيطر على الارض يعني لو القلش